تزيح الصحافة الأمريكية الستار عن 700 وثيقة استخباراتية إيرانية مسربة توثق على نحو مفصل مدى السيطرة الإيرانية على العراق ودور جنودها ووكلائها في الحفاظ عليه كدولة طيعة لأمرها. اللافت في تلك الوثائق هو الدور الأمريكي الكبير في زيادة هذا النفوذ. تدين الوثائق بشكل غير مباشر سياسات واشنطن بعد غزو العراق، إذ سمحت لإيران بزيادة نفوذها نتيجة افتقار واشنطن إلى استراتيجية واضحة في دعم العراق والحفاظ على المشروع الديمقراطي. كما تشير الوثائق إلى أن واشنطن كانت تمضي في سياستها بشكل عشوائي وتعتمد فيها على الفعل ورد الفعل بدون أي خطط مسبقة. تصف الصحافة الأمريكية طبيعة الصراع بين واشنطن وطهران في العراق بالاستخباراتي والتجسسي، فإيران عملت على تجنيد عملاء سابقين بوكالة الاستخبارات المركزية لتزويدها بمعلومات وتوقعات حول سياسة الولايات المتحدة المستقبلية في العراق. واحدة من كبريات الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة كما تتحدث عنها التقارير هي تخلي الاستخبارات المركزية الأمريكية عن عملائها العراقيين وتركهم داخل العراق بعد انتهاء العمل معهم، إذ جعلهم هذا الخطأ الفادح لقمة سائغة لإيران التي استغلت مخاوف العملاء السابقين من استهدافهم وجندتهم لصالحها. أخيراً، كان الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق في العام 2011 الحلقة الأخيرة التي مكنت طهران من ترسيخ نفوذها في العراق. فبحسب الوثائق عززت إيران من حظوتها أو من حقوقها عفوا من قوتها عبر دعم أذرعها المسلحة بمزيد من الأموال والسلاح بغية توسيع تواجدها وتعزيز انتشارها على حساب النقص الذي خلفه الانسحاب الأمريكي. كما فرضت إيران سيطرتها على مفاصل الدولة من خلال تجنيد رئاسات ومسؤولين كبار للعمل تحت إمرتها.